حبس هي. انقسام سياسي، حكومتين، حكومه في الشرق وحكومه في الغرب، الجنوب مفتوح على مصراعيه للاسف بسبب هذا الصراع الدائر الان، الصراع السياسي اقصد. فاعتقد ان الامر اكبر من طاقه الحكومتين الموجودتين في ليبيا. اولا يجب علينا ان نجد الحل لهذا الانقسام السياسي، يجب علينا ان نوحد السلطه التنفيذيه، نخرج بحكومه موحده قويه تستطيع ان تحافظ على الحدود الجنوبيه. السلطات الليبية تعمل على الحد من هذه الهجرة، ليس لصالح أوروبا فقط بل لصالح الدولة الليبية، لأن وجود أعداد كبيرة من المهاجرين يشاركون الشعب الليبي في غذائه وكسائه ومائه.